questions, big questions. Okay, I think I'm gonna start with a question, and that's Magnus, what does equality mean to you?
فينا في منظمة هنا اسمها صحة العالمية بتدرب النساء في هالقرى انه كيف يخلوا مي هذه صالحة للاستخدام. تمام؟ فاحنا بنقول هنا تخيل لو احنا وفرنا لهم المي الصالحة للاستخدام شو راح يصير عندهم؟ كيف حياتهم راح تتغير؟ اكيد. فهنا لو نشغل التاب هنا اعطيناهم ميه ان شاء الله غادي تكون عندهم صحه جيده ونحن نقدر نحميهم من المياه الملوثه والامراض اللي بتيجي من المياه الملوثه. تمام. عندك سيفتي هنا زي ما انت شايف بالفيديو نجيب المي من ممكن يكون طريقهم في بريه في غابه ممكن يكون يتعرضوا يعني لهجمه من حيوان مفترس او حيوان بري فنفهم الطريق هاي مش امن لها. تمام. لكن لما يكون عندهم مي هذه موجوده اصلا هي الصالحه تتغنيه على انه يروح اماكن ممكن تكون فيها ما راح يضطر يمشي في الطريق فيها ريسك. في عندك الديجنيتي الاديوكيشن هنا وهذه العمليه بتاخذ كثير من وقتهم من عقم المي من الاشياء هاي. لكن لما يكون عندهم متوفر المي الصالحه للاستخدام الوقت اللي كانوا يقضوه في هذه العمليه ممكن الان يقضوه في المدارس اشياء اخرى في المدرسه في الجامعه يتلقوا تعليم مناسب. تمام. في عندك اللي هو الاندبندنس الاستقلالية واخر شيء هو الامباورمنت. هذا ممكن يكون بزنس لبعض منهم ممكن يبيعوا هاي المي ويكون لهم دخل يقدروا يشتروا يوفروا احتياجاتهم من خلال هذا الدخل. هاي هي الفكرة هنا. فكرة جميلة جدا. Forest room. The forest of voices. So the sound you're hearing is from the Amazon forest, and these fabric panels, they've got pictures from the forest in Japan. Okay. And what we have here is a design made by a woman who's committed to the preservation of the ecosystem. And she also chose four other women who also are committed to the defense of the ecosystem and the Thank you. Welcome.